أصدقائي نهاركم طيب. الملاحظ السياسي الذكي غادي يلاحظ علاش الخطاب الأخير ديال سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري خفف نوعا ما من العنتريات ديالو اللي دأب عليها هذه أكثر من 10 سنوات تقريبا. السبب ببساطة، ألف اليوم عند الخاص العام أن الجزائر سلاحها العسكري أو ترسانتها العسكرية من الأسلحة البرية والبحرية والجوية هي روسية المنشأ. يعرف الجميع أن روسيا اليوم انشغلت في حرب مدمرة مع أوكرانيا. يعرف أيضا الخبير اليوم أن خسائر الجيش الروسي في الأرواح وفي العتاد تفوق المتصور. يعرف المتتبع السياسي الذكي أن مصانع ومخابر الأسلحة اليوم في روسيا تشتغل 24 على 24 من أجل توفير الإمدادات العسكرية والعتاد العسكري الكافي. الخبير العسكري أيضا يعرف أن الحرب ستطول لمدة طويلة. ماذا يعني هذا؟ هذا سيكون عنده انعكاس على الترسانة ديال الجيش الجزائري، لأنه 85% 93% من التوريدات من الأجهزة من العتاد العسكري الجزائري هو روسي المنشأ، والروسيا لا تستطيع إمداد أي حليف عسكري كيف ما كان، أنه يعني في حالة مدخل حليف عسكري لروسيا في أي معركة فالجيش الروسي لا يستطيع تأمين العتاد ولا الدعم المادي ولا العسكري بسبب وجوده في حرب وبسبب أن هذه الحرب قد لا تنتهي. إذا هذا هو السبب في كون أن الخطاب العسكري الأخير سعيد شنقريحة رئيس أركان ديال الجيش الوطني الشعبي الجزائري قلل نوعا ما من عنترياته وتحدث عن استراتيجيات وعن المستقبل وعن الشباب على غير عادته، لأنه كان دائما في حديثه الدوري يتحدث عن المغرب كعدو كلاسيكي وعن الجيش الجزائري كقوة ضاربة وعن إلى آخره. اليوم والعالم يعرف أن الحرب في روسيا ستطول وأن العتاد العسكري الروسي يسير بإيقاع تدميري رهيب، وأن مصانع روسيا تجتهد ليل ونهار من أجل إنتاج العتاد العسكري لمسايرة جهنم هذه الحرب. الجيش هذه أيضا من بين الأخطاء الاستراتيجية لتلك الأنظمة التي تعتمد جيوشها على ترسانة عسكرية موحدة ولا تغير أنظمة التوريد، يعني لا تعتمد على دول متعددة لإنتاج السلاح. فالجيش الجزائري 90% من أسلحته روسية، وروسيا غير قابلة اليوم وغدا على ضمان أي مواجهة عسكرية لحليف في على مستوى العتاد واللوجيستيك العسكري، لا سيما الجديد والمتطور. ممكن تكون مثلا بعشرة في أشياء في أسلحة بالية لا يستعملها الجيش، لكن القوة الضاربة اليوم عادت بدون أجنحة عسكرية، وهذه أيضا هزيمة تضاف إلى هزائم أخرى. طبعا نحن لا كيف كما يقول المعارضون الأحرار في الجزائر لا نريد حربا مدمرة مع الأشقاء، لا مع المغرب ولا مع موريتانيا ولا مع النيجر ولا مع مالي ولا مع أي دولة أخرى، لكن الاستراتيجية العسكرية اليوم تتطلب فعلا التعبئة الشاملة وتتطلب التواجد والتجهيز العسكري الكامل من جميع النواحي شديد. لهجة القائد العسكري الجزائري السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في خطابه الأخير نقص شي شوية من فويخرات،
ولم يعد مندفعا، ولا يعتبر المغرب عدوا كلاسيكيا، ولم يعد يتحدث عن الجزائر كقوة ضاربة، وإنما أشار إلى تحولات في العالم، وهذه التحولات يجب أن يضعها الشباب الجزائري بعين الاعتبار. طيب، ما هي هذه التحولات؟ اليوم روسيا تدخل في حرب مدمرة مع أوكرانيا، الجيش الروسي يستعمل كافة أسلحته على جميع الواجهات، مصانع الأسلحة في روسيا تشتغل 24 على 24 بدون توقف من أجل توفير العدة الكافية للجيش. الحرب في روسيا ستطول جدا. الدول الحليفة التي تعتمد على الأسلحة الروسية تعيش مشكلة اليوم، مشكلة على مستوى الصيانة ديال العتاد، مشكلة على مستوى التزويد بالأسلحة. من هذا المنطلق، فالجزائر من الدول التي تعتمد شبه كليا على العتاد الروسي. روسيا غير مستعدة اليوم لضمان تزويد أي حليف في حال الدخول في أي مواجهة عسكرية في مناطق العالم. الجزائر أكبر متضرر من هذه الهزيمة، من هذه الحرب، من هذه هذا الاستثناء، هذا التحول. باختصار، الجزائر في الأشهر أو الأيام القليلة القادمة ستغير استراتيجيتها تماما. ستحاول أن تتحدث عن لا جدوى الحرب، وعن السلم، وعن التعايش، لسبب بسيط، هو أنها لا تضمن توريد أسلحة جديدة من الحليف الروسي الذي يعيش حربا مدمرة، والذي ممكن أن في حالة ما، حتى في حالة إذا توقفت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ونحن نعرف أن في الحرب المنتصر هو الذي يقدم أكبر عدد ممكن من الخسائر، روسيا ستقدم خسائر جسيمة في العتاد. لذلك تحتاج إلى أكثر من 20 سنة لإعادة إنتاج ما تم تدميره. فكيف لحليف مثل الجزائر أن يكون مستعدا للإقدام على حرب انطلاقا من مبدأ القوة الضاربة؟ هذه الحرب مع عدو كلاسيكي كالمغرب الذي توجه إليه دائما السهام. إذن التحولات السياسية والجيوبوليتيكية فرضت على النظام العسكري تغيير خطابه السياسي والتقليل من عنترياته، والآتي أسوأ.